بعدين القرايه فيه كتير يعني، بس ليها قرايه كده الحاجات المهمه اللي فيه قليله خالص، الحاجات المهمه اللي فيه قليله. بعدين في دش كتير، شوف ده في دش كتير مش متنفسه. اول حاجه تبدأ في البلاد ستيم، البلاد ستيم بلا 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 بلا، دي حاجه مهمه جدا وبايظه مش عارف ايه الانفستيجيشن بتاع الايه كرايم سين. ماشي يا عم، حصل لنا الشر. قال لك انت ممكن تلاقي البلاد ستيم ده في السين اوف ذا كرايم، مصلحه الجريمه، ممكن تلاقيها على الكلوبس بتاعت الاسيلن، ممكن تلاقيها على الويبون على السلاح نفسه. فده سيادتك بيقول لك السايد بتاع البلاد ستيم بالنسبه للفورنس. ماشي، شكرا عليك. لما يجي لك البلاد ستين زي ما كنا بنتكلم في الفان سايد، في شويه اسئله كده هتجاوب عليها. اول سؤال هو اللي في مسرح الجريمه دي اكشوال بلاد ولا لا؟ يعني هو بلاد ولا لا؟ دي اول سؤال. ولو هو بلاد هو هيومن ولا لا؟ ممكن ارمي دم فرخه في السين ذا كرايم واقول ده مش عارف مين قتل مين. تمام؟ القصه مش عندك. هيومن ولا لا؟ طب لو هو هيومن بيلون تو سيرتن بيرسون، يعني بتاع احمد ولا ابراهيم ولا علي ولا مسعد ولا ايه بالظبط؟ بيلون تو سيرتن بيرسون. طب ليه البلاد باترن اناليسيس؟ هو ازاي وصل في الحته دي؟ وازاي توزع بالطريقه دي؟ لو فاكرين السويسايدال كاترول كنا من ضمن الحاجات اللي بتحصل ان هو بيقف كده يقطع رقبته، فتلاقي في رشاش قبل كده او رذاذ للدم كده سبتر غرق المرايه. طب هو وصل ازاي؟ نزلت ازاي؟ مشي ازاي؟ ده في حل لو القصه مش موجوده عنده. بلاد باترن اناليسيس ده هنتكلم عليه. الديت والسورس بتاع الدم، الدم ده جاي من ايه؟ وتاريخه بقاله قد ايه؟ يعني البريدنج ده بقاله في مسرح الجريمه كام يوم؟ كام شهر؟ كام اسبوع؟ ده فعلا كورسبوند مع التايم او الديت بتاع الكرايم ولا لا؟ يبقى احنا هنسال نفسنا خمس اسئله وهنجاوب عليها. اول سؤال is action blood ولا لا؟ هو blood ولا لا؟ لو blood 100%، يعني انت لو مش معاك القرينيك وقرينتك الثانيه هتلاقي حد برضه بيظبط القعده 100% بصراحه. هو action blood ولا لا؟ ولو blood هو human ولا animal؟ ولو human هو بتاع شخص معين ولا لا؟ blood pattern analysis الديت بتاعه او الطيب بتاعه وماشي مع الديت بتاع الكرايم وهو جاي منين السورس بتاعه؟ اول سؤال هو اكشوال بلاد ولا لا؟ بقول لك عشان تعرف هو بلاد ولا لا، يعني حاجه اسمها بريليمينري تيست. بريليمينري يعني اوليه. وبما انها اوليه هتحتاج تو بي ها كونفيرم، شكرا، كونفيرماتوري تيست. يبقى البريليمينري تيست محتاجه كونفيرماتوري تيست عشان نشتغل بيه. طيب ده ام اس كيو طبعا. البرليمينري تيست بيسموها اوكسيديز انزيم تيست. اوكسيديز انزيم اول حاجه هتعرفها في الشابتر ده ما يسمى بجود نيجاتيف تيست. كلمه جود نيجاتيف تيست باللغه العربيه يعني اداه نفي طبيه. اداه نفي طبيه يعني تنفي بس مش تنفي. اكسكلود بات نوت بروف. اكسكلود بات نوت بروف. انا هعمل التيست ده طلع نيجاتيف قشطه يبقى دي مش دم، طلع بوزيتيف مي بي دم مي بي بلاد. تمام؟ يبقى اول حاجه البرليمينري تيست او الاوكسيديز انزيم تيست. التيست ده من سنسيتيف بات نوت سبيسيفيك. نوت سبيسيفيك ليه؟ لو في مسرح الجريمه درس صدى هيدي نفس البوزيتيف تيست. لو في مسرح الجريمه طماطم جوس، طماطم جوس، توموتي جوس، هيدي نفس الكلام. لو ايودين سبوت ايودين هيدي الاوكسيديستس. ده معنى كلمه جود نيجاتيف تيست. لو عملت التيست طلع نيجاتيف يبقى خلاص مش بلاد. لو عملت التيست وطلع بوزيتيف ممكن يبقى بلاد. البرنسبل بتاعه برنسبل سيمبل كده. في حاجه اسمها ريجنت هتحط عليها الستين اكستراكت. ستين اكستراكت دي الصبغه اللي سيادتك لقيتها في مسرح الجريمه اللي هي انت شاكك اللي هي بلاد ستين زائد H2O2 ده سورس اوف اوكسجين على فلتر بيضا. اللي هيحصل لو هي بلاد او فيها اوكسيديز انزيم هيحصل تشينج للكلر بتاع الريجن. تاني انا لقيت
لقيت سبعة في مصر هيجري لقيتها على التلفزيون وراح اعملها سكرابين كده اشوفها وحاططها في سلايم واحطها في ديستي تيوب سلايم واحط السلايم على الستين اكستراكت واحط عليها H2O2 ماشي سورس اوف اوكسجين واحطها على فلتر بيب واشوف الريجنت ده الكلر بتاعه هيتغير ولا لا. عندك ثلاثه، واحد اسمه جويكام تيست، واحد اسمه بنزيدين تيست، واحد اسمه كاستر ماير تيست. ام سي كيو عشان ما تدهش، انا مش عايز حاجه خالص من الدش المكتوب. عايزك تعرف ان الجويكام بس ان لو في اوكسيديز انزيم لون الريجنت اللي هو ريدش براون، اصلا الريجنت ده لونه ريدش براون، هيتحول لون جي 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 جرين. يبقى الجويكم عشان يبقى فيه اكسيديز انزيم للروبوت للتست يبقى جرين. طب البنزيدين بي بلو. طب الكاستر ماير، كاستر ماير له اسم تاني اسمه فينوفثالين، فينوفثالين مكتوبه تحت على طول بي يبقى بين. مش عايز اكتر من كده، كاتب لك بس انت بتحط مش عارف نص سي سي ريجن على نص سي سي ستين اكستراكت على نص سي سي اتش 2 عشان يحصل لك تشينج للكلر بتاع الريجن. ايه؟ طب الريمينري تيست ام سي كيو ده بيسموها اوكسيديز انزيم تيست، ده يحدد لي هي بلاد ولا لا. بس اوليا لابد نيجاتيف، لو هو مش بلاد الدنيا حرارت صح؟ هو احنا قلنا كده علي يا ابني التكييف كده كويس. لو في اوكسيديز انزيم الستين دي ممكن تبقى بلاد وممكن تبقى طماطم او راس صدى او ايودين. لو ما فيش يعني التست طلع نيجاتيف يعني الكلر بتاع الريجنت ما تغيرش، خلاص انا اطمن كده ليه مش بلاد، فانت قفلت السكه من الاول. طب هي لو تشنج للكلر محتاج اعمل كونفرميشن. عندك ثلاثه اسامي بس، دويكم يبقى جرين، بنزيدين يبقى بلو، كاستر ماير اللي هو فينوفثالين بي بي فور بينك لون بينك. في مشاكل؟ في مشاكل؟ ده خلاص خلصنا من دي. الكونفرماتوري تيست بقول لك بالمايكروسكوب ده عمل ايه بقى؟ شرايح عملي مايكروسكوبيك تيست، مايكرو كيميكال تيست، وسبكتروسكوب. مايكروسكوبي مشكلتها اللي هي عايزه فريش بلاد ستين، يعني لو انت في مسرح الجريمه، الجريمه حصلت من زمان قلت بلاد ستين مش هيبقى، يبقى ده الادفانتج او الديس ادفانتج بتاعتها اللي هي عايزه فريش بلاد ستين. لو قلت بلاد ستين مش هتبقى. طب الميكروسكوب هتفيدني في ايه؟ انت بس بتجيب العينه الستين ديت اللي انت شايف اللي هي بلاد وتحطها تحت الميكروسكوب، لقيت ار بي سيز يبقى اكيد بلاد صح؟ البلاد هو اللي فيه ار بي سيز، ما لقيتش ار بي سيز يبقى مش بلاد. ده مش كده وبس، ده من ضمن الادفانتج بتاعت التيست دي اللي هي ممكن تقول لك السبيشيز بتاعه الايه بلاد ستين دي. يعني ايه؟ لو الدم ده دم فرخه هن اللي هي ماما مليون هي مش ثدييات، يعني ده اول ميكروسكوب في البلاد. ده سلايد كده بص تحت تلاقي الار بي سيز اوفال نيوكليتد فيها نيوكليوس، يبقى ده نم مليون ار بي سيز، يبقى نم مليون ار بي سيز تبقى اوفال نيوكليت زي الهن الفرخه او الفروج الضفدع. تجيب لك عينه دم كده بتاعت فرخه تحطها على تيست على السلايد وتقول لي عشان تقول لي دي نم مليون ار بي سيز اوفال نون نيوكليتد مايكروسكوبيك تيست فور فريش بلاد ستين. هناخد الكلام ده تاني في العمل ما تقلقش، تعرف بس عشان ام اس كيو. طب لو هو مليون بس اوف كامل ترايب او كامل سبيشيز فصيلة الجمال بتلاقي الار بي سيز بتاعته اوفال بس نون نيوكليت، يبقى الكامل اوفال بس نون نيوكليت. اي ثدييات تانية غير الكامل ماميليان اذر ذان كامل اللي هي بين قوسين كده مي بي هيومن تلاقيها الار بي سيز بتاعتها رولو فورميشن كده باي كونكيف وسيركولار ونون نيوكليت برضه سيركولار، الار بي سيز بتاعتنا سيركولار باي كونكيف ورولو فورميشن. كلمه رولو فورميشن اللي هي سودو اجلوتينيشن، وانتوا فاكرين سودو اجلوتينيشن
يبقى ده التيست اهو. يبقى الادفانتج بتاع التيست ده حدد لي هو بلاد ولا لا عن طريق وجود الار بي سي مش كده وبس. يعني في تو اجلوتينيشن الار بي سي اتجمعت على بعض اتكسرت ده بيسموها تو اجلوتينيشن. سودا اجلوتينيشن انت لو هزيت السلايد كده او تيست فيو هتلاقيه برضه على بعض. سودا يعني كاذب يعني مش مترسبين على بعض. كلمه اجلوتينيشن حسب استراكشر الار بي سي ركبت على بعض كسرت الجود بتاعها. لا ده مش كسرت هما ركبوا في بعض زي ايه زي ما حطوا كوين في بعض لو هزيتها هيبقى تاني. يبقى اول كونفرميشن بالمايكروسكوب ده عايزه فريش بلاد ستين. الادفانتج اللي انا بدور او البرنسبل بتاعي بدور على الار بي سيز لقيتها خلاص هي بلاد ستين مش كده وبس. ده نوع الار بي سيز هعرف نوع السبيشيز الدم جاي منها. لو نما مليون ازاي نيوكليت الاخر اوفال نيوكليت كامل ترايب اوفال نون نيوكليت. لو اي حاجه تانيه غير الكامل ماميليان اذر زي كامل بي بي هيومن ده سيركولار ماشي اللي هي فيها بلو فورميشن وبايكوبتر. ديز ادفانتج زي ما قلنا ان مشكله الكيست ده اللي هو محتاج حاجه تبقى ايه تبقى فريش بلاد ستين. لو قلت بلاد ستين ملهاش راحه اللازم. طب اتفضل فريش قبل ما يحصل لها سوليد فريش يعني تلاقيها ليكويد يعني تشوفوش مصطلح الجريمه كده تسحبها ببيت كده او تسحبها بسترنج تطلع معاك. حاجه تانية اللي انت ما تضطرش ان انت تعملها سكراب تحف كده عشان تطلع الستيل البلاد دي انت بس بسترنج كده تقدر معاك. دي معنى كلمه فريش بلاد ستيل. يختلف طبعا بتاثير الجو وفي تكييف ولا لا والحراره وكان في شمس ولا لا هي بره ولا جوه وهكذا ماشي. مايكرو كيميكال شرحتين تانيين. مايكرو كيميكال ده اللي ينفع بقى في الدراي بلاد ستيل اللي ينفع في الدراي بلاد ستين. انت عندك اثنين تيست واحد اسمه بايشمان تيست واحد اسمه تاكاياما. تاكاياما وبايشمان قال اثنين ميكروسكوبين كمان ده فور دراي بلاد ستين. ده بيعتمد ان سيادتك في الدراي بلاد ستين حصل لها هيموليسيس او ديستراكشن او اتكسرت فلما تحط عليها بايشمان ريجن او تاكاياما ريجن بيكون لك يا اما ريديوسد الكالين هيماتين هيموكروماجين يعني او يكون لك هيماتين هيدروكلورايد حاجه كده من الافكت بتاع تكسير الار بي سيز. سمر عشان ما تتوهش التايشمان ريجن تحط على الدراي بلاد ستين تحط على سلايد وتسخن. ايه اللي هيحصل لو بصيت تحت الميكروسكوب هتلاقي براون رومبيك شيب دي كريستال براون رومبيك شيب كريستالز وفي ماتين هيدروكلورايد. ده تايشمان ديس عملي رومبيك شيب يعني معينة الشكل معينة مش سبيسيفيك معينة زي مستطيل زي مربع شكلها شكل معين شكل هندسي واخد شكل معين. يبقى براون رومبيك شيب كريستالز بلاد ستين يبقى ده تايشمان ديس. طب التكايانا نفس الحاجة تلاقيها سلمون بينك لونه عامل زي السلم برتقاني كده محمر برتقاني. نيدل شيب عامل زي الابر. فيغري عامل زي الريشه. الرينجد ان روزيت عامل زي الورد. اختار اللي انت عايزه شكلها كده تحت الميكروسكوب واضحه جدا. كنا نرفع لها صور ونختار النهارده عشان ايه تعرف تربط الكلام مع بعض. مش عايز تفوت يا جماعه فيها يا جماعه. ليه ده كلام فارغ يعني كلام فارغ. ام سي كيو لو نظري عمل ايه شرايط ممكن يجي كده او يجي كده. لا الرقم هيجي. دكتور ده الهيومن ار بي سيز يعني مش هيومن مش هيدي الشكل ده شكله وهي دراي بلاد ستين بين ايجنت. كانت مره في الامتحان يا جماعه لو انتوا فاكرين ديفرنشيت بتوين فلورنس تيست اند تايشمان تيست. كان فلورنس تيست بتاع السمن بالظبط كده جاب لي تيست من السمن وجاب لي تيست من الايه؟ من البلاط وقال لك ديفرنشيت ماليش حياتي واحد مشطر سيكشوال واحد مشطر البلاط عشان الناس تقول تيجي نظر ازاي هي جت نظر ماشي. يبقى تايشمان براون رومبيك شيب كريستال في الماتين هيدروكلورايد تاكاياما افتكر تاكاياما حاجات ياما ولا تاكاياما حاجات ياما
عليها ورود كتيره كده تحت الميكروسكوب. سلمون شيب، بينك شيب، نيدل زي الابر، فيدري زي الريش، زي الورده كده، الريج الروزيت زي الورود. اوف ريديوسد الكالين هيماتيت، ساعات بيسموا التست ده هيموكروماجين تيست. هيموكروماجين تيست حلاوه التست ده اللي هو بينفع في الدراي بلاد ستين، بينفع في الدراي بلاد ستين. ادي تاني واحد كونفيرماتي. تالت واحد اللي احنا خدناه اللي هو السبكتروسكوبيك تيست، خدناه لما كنا بنتكلم على كربون مونوكسيد. تمام، كربون مونوكسيد في امتحان الاسبوع اللي فات. بيقول لك المفروض السولار سبيكترم الضوء العادي ده الورق اللي احنا لسه متوزعين عليه عشان مش هنرسم، شرحناها قبل كده. الضوء العادي اتفضل يا باشا. السولار سبيكترم الضوء العادي يا جماعه لو مش خلال منشور زجاجي زي ما قلنا هيطلع لك الوان الطين السبعه اللي هي مكتوبه عندك دي، الوان الطين السبعه. نعم، انا بعت والله رجع لي اللي فاضل ماشي. طلع الوان الطين السبعه اللي هي بعدين ريد اورنج يلو جرين بلو انديجو فايلت، ده الوان الطيف السبعه. بينهم خطوط سوداء بيسموها فرانهوفرز لاين. الضوء العادي لما يمر خلال منشور او حاجه اسمها هاند سبكتروميتر سبكتروسكوب، ده جهاز صغير كده بتلعب فيه بايدك كده عشان تحسن الريزوليوشن بتاع الالوان على الطيف. لعبت بيه حسنت الالوان، عرفت الالوان موجوده. عندك الستين اكستراكت انت لقيتها في مسرح الجريمه، حط عليها شويه سلايد، انت مش عارفها بلاد ولا لا، حط عليها شويه سلايد ماشي، وحطها قدام الايه الهاند سبيكتروسكوب اهي. بعد الهاند سبيكتروسكوب الذي يقوم مقام البريزنت اللي هو المنشور الزجاجي، وادي السورس بتاع اللايت، حط التيوب قدام. ايه اللي هيحصل؟ الضوء هو بيمر كده على تيست تيوب، نوع الدم اللي فيه هيمتص منه شويه الوان. لما يمتص يسموها ابزوربشن باند، بتبان في الفيلد لون اسود، بتبان في الفيلد لون اسود. بس زي ما قلنا قبل كده لازم ساعتها تكون محضر كنترول عشان تعرف ده ايه، تبقاش صح ولا غلط. لو ايه بقى؟ لو ان الاوكسي هيموجلوبين اللعبه كله بالدي والاي، الاوكسي هيموجلوبين بيعمل اثنين ابزوربشن باند بتوين الدي والاي اهي، بتوين الدي والاي في اليولو سبيكتروم ده الاوكسي هيموجلوبين. طب الكربوكسي هيموجلوبين نفس الكلام، اثنين ابزوربشن باند بتوين الدي والاي بس مور شيفت تو ذا رايت. الهيموكروماجين اثنين ابزوربشن باند بتوين الدي والاي بس مور شيفت تو ذا رايت زي الاوكسي والكربوكسي اهي، اثنين اثنين. الهيموكروماجين تحت متر هيموجلوبين بيعمل اربعه، متر هيموجلوبين بيعمل اربعه، اثنين بتوين الدي والاي، واحده قبل الدي واحده بعد الاي، ده المتر هيموجلوبين. الميتا موجلوبين هيفيدني في ايه؟ ميتا موجلوبين ده هيعرفني ان الستين دي كانت اولد بلاد ستين او دراي بلاد ستين، او ان مات ده مات من حاجه بتعمل ميتا موجلوبينيميا. شخص لي كمان، انا لسه ما شرحتش، شخص لي كمان حتى البلاد سامبل قال لك ده ممكن يكون مات من ميتا موجلوبينيميا. فاضل لك ريديوز هيموجلوبين وريديوز ريديوز، يخلي الاثنين النورمال ريديوز مع بعض، يعمل لي وان ابزوربشن باند بين الدي والدي. فالتيست ده اتشرح قبل كده، الكتروسكوب اللي هو مقياس الطيف، مقياس الطيف، عندك سورس لللايت، وعندك الهاند سبيكتروسكوب او المنشور الزجاجي. المفروض الضوء لما يعدي هيطلع لك الوان الطيف السبعه، هتحط بينهم التست تيوب اللي فيها الستين اكستراكت، هيمتص لي شويه ضوء، امتصاص الضوء هيبان اكنها ابزوربشن باند لونها اسود، على حسب مكانها هيعرفني نوع الهيموجلوبين اللي موجود فيه في البلاط. ماشي، ايه الادفانتج بتاع التست ده؟ اول حاجه سهل جدا، سمبل وايزي تو بي دان، سهل جدا محدش اي حد ممكن يعملها. واثنين مش محتاج كميه كبيره، مش محتاج كميه كبيره، اي مانيوت اماونت او ليتل اماونت اوف بلاد هعمل عليها تيست. الفكره كلها ان الضوء يمر عليها، انا ممكن احط شويه دم واغطي الضوء عليه مفيش مشكله. ثالثه مش هيعرفني بس اللي هو هيموجلوبين وبالتالي هو كونفيرم اللي هو بلاد، لا ده ممكن يعرفني نوع الهيموجلوبين وبالتالي نوع البويزن زي ما قال لي اللي هو كربون مونوكسيد كربوكس هيموجلوبين، عرفت اللي هو ميت من كربون مونوكسيد. يبقى الاولانيه يا جماعه الميكروسكوبيك،
بتعتمد اللي انا بلاقي ار بي سيز في الستيم، وده الار بي سيز يبقى دم. الاخيره اللي هي السبكتروسكوبيك يعتمد اللي انا بلاقي هيموجلوبين، وده الهيموجلوبين يبقى دم صح؟ انا هيومن يبقى فيه دم يعني، او ماميليان فيه دم، مش بلان تلاقي فيه كلوروفيل، مش الحال؟ يبقى فيه ار بي سيز او فيه هيموجلوبين، ده معناه اللي هو دم. ومش كده وبس، ده من نوع الهيموجلوبين يعرف الباشا ده متسمن بانه نوع من انواع البويزن زي الكربون موكسيد او الاميلين داي اللي بتعمل بيتا هيموجلوبين. في مشكله في السبكتروسكوب؟ نعم. مش حلو قوي الموكسيد تاني ماشي؟ هي ستيبس كده. خلصت اول سؤال، هي بلاد ولا لا؟ هي بلاد ولا لا؟ بس الميكروسكوبيك قال لي ده اللي هي اكشوال بلاد ولا لا. تاني سؤال، هو خلاص عرفت ان هو بلاد في البريمينري والكونفيرماتوري، طب هو بلاد بتاع هيومن ولا بتاع انيمال؟ هنعرف ازاي؟ اول حاجه بالميكروسكوب اللي انت لسه شايفه، انت لسه معرفني اهو ده رام مليان ماشي، وده ايه كامل فرايف وصيله الجمال، وده ايه مليان اذر زي كامل. يبقى انا عرفت هو هيومن ولا لا على الطريق اللي هي الميكروسكوب. اول سؤال بقى واهم سؤال ميتنج في الشابتر ده، جيبن اكاونت اون بريسيبيتين تيست، ممكن اعرف هو هيومن ولا لا؟ اخيرا عرفنا البريسيبيتين اللي عرفنا من اول شابتر الفورنسيك اللي هو الايدنتيفيكيشن. بريسيبيتين تيست، جيبن اكاونت اون بريسيبيتين تيست، ركز معايا. اختبار الترسيب المناعي، بريسيبيتين تيست اختبار الترسيب المناعي، من اسمه ده انتيجين انتي بودي ريأكشن، انتيجين انتي بودي ريأكشن بيؤدي الى بريسيبيتيشن. انتيجين انتي بودي ريأكشن بيؤدي الى بريسيبيتيشن. التست ده بيعرفني البروتين اللي موجود في الستين ده هيومن ولا انيمال، مش شرط يبقى بلاد ستين. احنا خدناه سبرماتو بريسيبيتين في السبرم صح؟ خدناه في البلاد لو بون فراجمنت صح؟ اي سكريشن سلايفا سيمن ميل بلاد ستين بون فراجمنت سوفت تيشو ماشي، اي حاجه ممكن تعمل منها اكستراكت معلق كده وتختبرها اجينست انتي بودي، ولو حصل بريسيبيتيشن انت عرفت السورس بتاعها ايه. يبقى انتيجين انتي بودي ريأكشن يؤدي الى بريسيبيتيشن، مش شرط تعمله في البلاد ستين، تعمله في اي ستين ستك او اي سكريشن عايز تعمله. طب ده انتيجين وانتي بودي، هجيب الانتيجين منين وهجيب الانتي بودي منين؟ الانتيجين ده اللي هو الستين اكستراكت اللي عندك صح؟ الصبغه اللي لقيتها في مسرح الجريمه وانت عايز تعرف هي هيومن ولا انيمال، ده الانتيجين. طب الانتي بودي ده انا مجهزه صح؟ الانتي بودي ده انا مجهزه، انا عايز اعمل انتي بودي اجينست الهيومن، سموها انتي هيومن انتي سيرم. عايز اعمل، مش انا شاكك ان الصبغه دي دم صح؟ ركز مع بعض، شاكك ان الصبغه دي دم صح؟ اعمل ايه؟ هجيب ارنب والارنب ده احقنه بالدم بتاع هيومن صح؟ لما احقنه بالدم بتاع هيومن هيكون لي انتي بودي صح؟ مش ده انتيجين، هيكون انتي بودي. انتي بودي ده بيسموه انتي هيومن انتي سيرم. انا جهزت انتي هيومن انتي سيرم، حطيت عليه الستين اكستراكت، عمل بريسيبيتيشن، يبقى هيومن ولا مش هيومن؟ بس ده الفكره بسهوله مطلقه. هي مش قوي كده يعني، مش سهل قوي كده. ليه؟ لان الفكره مش حكايه اللي انت تحط بتاع هيومن وخلاص، فانت لازم تعمل كومبارزون. ازاي يعني؟ عشان سيادتك تطمن ان التست بتاعك ماشي صح، ده فعلا السورس بتاعك هيومن، ادي تيست تيوب اهي، تيست تيوب اهي، تيست تيوب اهي، تيست تيوب اهي، كلهم احطوا فيهم الستين اكستراكت، كلهم احط فيهم الستين اكستراكت صح؟ بس في كل واحده مجهز انتي سيرم مختلف صح؟ ده انتي هيومن بتاعي، ده انتي هن بتاع الفرد، ده انتي جوت بتاع الماس، ده انتي دير بتاع الغزال مثلا، او انتي فوكس بتاع الثعلب، اي حاجه. الفكره كلها عشان يحصل بريسيبيتيشن واطمن اللي هو هيومن، يحصل بريسيبيتيشن هنا صح؟ ما يحصلش هنا.
تمام كده؟ مش انا جبت الستيل اكستراكت عايز اعرف بتاعت فرخه ولا بتاعت بضاعه ولا بتاعت ايه؟ غنم ولا شيب ولا خروف ولا ايه بالظبط؟ هتحط الستيل اكستراكت في كل واحده منهم وتشوف وده في كل واحده فيهم انتي سيرم او انتي بودي مش هو انتيجين انتي بودي رياكشن امتى كريست يبقى بوستد للهيومن لو عمل بنسبتيشن هنا وما عملش مع التانيين في مشاكل؟ في مشاكل؟ البنسبتين تيست؟ ماشي بقول لك عشان تعمل كنترول للتيست ده لازم تختبر الانتيجين والانتي بودي ركز قوي في الحته دي عشان نرخم شويه لازم اختبر الانتيجين الانتيجين دي اللي هو اسمه ستين اكستراكت ولازم اختبر الانتي بودي اللي هو انتي هيومن انتي سيرا انتي هيومن انتي سيرا اختبره ازاي نمسك الاول انتي هيومن انتي سيرا ركز معايا انا لقيت الستين على الترابيزه دي ماشي ولقيتها دراج هعمل ايه؟ أول حاجة هعمل لها سكرابينج صح؟ هحطها كده وأحطها في تيست تيوب بعد ما أحط الستين في التيست تيوب ديت أحط عليها شوية سلايد صح؟ سلايد عشان السلايد ده يعمل لي اكستراكت وبعد كده أحط عليها الأنتي بودي صح؟ عشان أشوف هيحصل بريسيبيتيشن ولا لا في مشكلة؟ طيب إيه اللي عرفك إن البريسيبيتيشن حصل بسبب الهيومن انتيجين اللي موجود في البلاد ستين ما ممكن يبقى سبب البريسيبيتيشن السلاين اللي انت حطيته على الستين او حته خشبه سللت مع الستين صح وهي اللي عملت بريسيبيتيشن طب عشان اعمل كنترول واطمن ان هو حصل بريسيبيتيشن بسبب البلاد بس او البروتين بس اللي موجود في الانتيجين ده لازم اختبرهم انديفيدوال تاني الستين دي لقيتها على الترابيزه واحطها على سلايد عشان اعمل اكستراكت لازم استبعد ان البرسيبيتيشن مش بسبب حته الخشب بتاعت الترابيزه ولا بسبب السلايد لازم اطمن البرسيبيتيشن سبب اللي حصل البلط البروتين اللي موجود في الستين والبلط بروتين ده مش انيمال بروتين يبقى انا هختبر الاربعه دول المفروض سيادتك عشان اطمن ان انا مجهز الانتي هيومن انتي سيرم صح يعمل بريسيبيتيشن مع مين من في الاربعه دول لسه ما عملتش تيست انا مجهز الانتي هيومن انتي سيرم ولسه ما حطيتش الاكستراكت عليه اللي هي العينه اللي انا لقيت عايز اختبرها عشان اطمن الانتي هيومن انتي سيرم ده فاليد وبوتن وسبيسيفيك وقوي ماشي لازم يعمل برسيبيتيشن مع مين في دول؟ في الاربعه. بس يعمل مع بده وما يعملش مع الباقي خالص. ده اللي احنا هنختبره قبل ما نعمل الستين اكستراكت. انا جبت الانتي هيومن انتي سيرم مش كده؟ انتي هيومن انتي سيرم مش ده انتي هيومن انتي سيرم بتاع احمد بقى بتاع اسامه بتاع بلال بتاع جبر بتاع محمود بتاع زايد مش فارقه اسمه انتي هيومن انتي سيرم. هجيب الانتي هيومن انتي سيرم واخد انا الدكتور اهو واخد عينه من دمي واحطه عليه. المفروض يعمل بريسيبيتيشن ولا ما يعملش؟ يعمل ده انتي هيومن هيومن مع اي هيومن هيعمل ايه البريسيبيتيشن ده؟ تمام كده؟ ماشي انا عندي فرخه في البيت اروح جايب الفرخه واخد منها شويه دم وحطه على الانتي هيومن انتي سيرم هعمل بريسيبيتيشن ولا مش هيعمل؟ المفروض ما يعملش عشان اطمن اللي هو انتي هيومن بس ما يعملش بريسيبيتيشن دي اول واحده ورابع واحده دي اول واحده ورابع واحده اللي هي الكنترول الانتي هيومن انتي سيرم مع نوين بلاد ومع نوين انيمال بلاد الاولانيه يعمل بوزيتيف والاخيره يعمل نيجاتيف بعد كده هجيبها واحط عليها السلايم بس انت هيومن انت سيرا واحط عليه السلايم المفروض يعمل ولا ما عملش بريسيبيتيشن ما عملش زي الفل بعد كده هجيب جزء من السيرفس بتاع الترابيزه اللي كان جنب البلاد ستين بلاد ستين كان هنا صح؟ الحته دي هجيب حته من الترابيزه الناحيه الثانيه حته خشب صغيره وافركها كده واعمل منها برضه اكستراكت واحط على الانتي هيومن انتي سيرم هيعمل بريسبتشر ولا لا؟ ما يعملش كده انا اختبرت الانتي هيومن انتي سيرم وعرفت لو حطيت عليه الستين اكستراكت اللي انت عملته وحصل بريسبتيشن يبقى اكيد
هو ده بسبب البلاد اللي موجود في الستين مش اي حاجه تانيه. عايز اعرف الجهاز صح ولا لا، عشان يتجهز لازم نوكا ماكرو، لازم يبقى كلير نيوترال سبيسيفيك وبوتنت. هو بوتنت ولا مش بوتنت؟ ماشي، ده حاجه اسمها جروب رياكشن. في الجهاز جروب رياكشن يعني ممكن يعمل رياكشن مع اي حاجه، اي حاجه في اي حاجه. هي الفكره كلها ليه بس تاكل نيوترال؟ نيوترال يعني ايه؟ مش بتاكل شاشه مش عارف، غير بيتش بس ممكن يعمل بتاع انيمال يدي بوست بلدي نيجاتيف. بس كده انا كده طمنت التست، طمنت ان انا لما اعمل التست انتجن انتي بودي رياكشن لما يعمل بريسيبيتيشن، البريسيبيتيشن سببه انتجن انتي بودي رياكشن بتاع اليومن مش بتاع حاجه ثانيه. كاتب لك ان بي مهم اجي لك كومبليت ان الانتيجين، لا الانتيجين ماست بي كلير كلير نيوترال. نعلم تكييف يا جماعه كلير نيوترال ماشي وجاليوت. ركز بقى في الكلمه دي، سلف الشفوي. ليه الستيل اكستراكت لما عمله الانتجين يعني لازم يبقى مخفف واحد على الاقل؟ بقول له يا بيه ليه في حاجه اسمها ايه ماميليان رياكشن؟ ماميليان رياكشن ركز معايا، الثدييات بتحن لبعض. يعني ايه الثدييات بتحن لبعض؟ يعني سيادتك لو انت جايب انتي هيومن انتي سيرم مع انتي مونكي انتي سيرم مع انتي شمبانزي انتي سيرم مع انتي دير غزال مع انتي ويل حوت ماشي مع انتي جوش او انتي شيف ماشي، لو ما خففتش الاكستراكت هيعمل لك بريسبتيشن مع كل حاجه. ده بيسموها ماميليان رياكشن. عايز اخففه بحيث تعرف انت يلقط بتاعه بس، يلقط. عارف يلقط ده يعني فاهم؟ هايلي سنسيتيف اللي هو يلقط بتاع اليومن، ما يجيش لناحيه اي حاجه ماميليان تاني. فلازم سيادتك تخفف الاكستراكت خليه واحد على الاقل، بحيث لما بيحصل بريسيبيتيشن مع انتي سيرم بتعامله سترونج وبوتن، لما يحصل بريسيبيتيشن تطمن اللي هو بتاع الهيومن بس. تو افويد وات واتس كول ماميليان رياكشن. ماميليان رياكشن تاني بريسيبيتي تيست عباره عن اختبار التاثير المناعي، انتيجين انتي بودي رياكشن يؤدي الى حدوث بريسيبيتيشن. ده بيفيدني ان انا اعرف، خلي بالك عشان ام سي كيو بريسبتين تيست ما بيقولكش الصبغه هيومن ولا لا. يعني انت لو بدات بيها، لو بدات بيها هيقول لك هو هيومن ولا لا، مش هيقول لك هي بلاد ولا لا. يعني لو بدات بريسبتين تيست قال لك الستين اهي وريني ديت هي بلاد ولا لا، يبقى بيعمل لك تريك ماشي، هو ما بيقوليش هو بلاد ولا لا. عشان كده اول سؤال عملناه عرفنا هي بلاد، هو بيقول لي بس الستين دي هيومن ولا لا. الستين اللي هو جايبها لك دي ممكن تبقى صلايبه صح؟ بعد ما قتل الراجل دف عليه، او بعد ما ولع سيجاره راح رميها في مسرح الجريمه، او سيمينال ستين سبرماتوبريسيبيتين او ميلك وات ايفر هي ستين ايه. يبقى هو مش هيقول لي هي بلاد ولا لا، بس هو هيقول لي هي بروتين ولا لا بتاع فيروس بتاع هيومن ولا لا. يبقى هو بيحدد لي الاورجن بتاع البروتين هيومن ولا لا، بس ما هيحددليش هو دم ولا لا. الانتيجين جاي من الستين اكستراكت، الانتي بودي انا بريفيسلي بريبيرد عن طريق ان انا بجيب البلاد بتاع اي هيومن وحقنه في رابت، الرابت بيكون انتي بودي بيسموه انتي هيومن انتي سيرم. المفروض الاثنين دول لما حطوهم مع بعض بيحصل اجريجيشن، الاجريجيشن ده بيسموه بريسبتيشن ريسك اللي هو اختبار التاثير المناعي. المفروض سيادتك مش عايز تحط يا جماعه فيها، المفروض سيادتك لما تعمل كده لازم تعمل كنترول. كنترول لايه؟ للانتي هيومن سيرم دكتور. الانتي هيومن سيرم والستيل اكستراكت. هو الار بي سيز كفايه ان هي تدي انتي لكل التيشو بتاعت الجسم؟ يعني دلوقتي احنا حققنا الرابط بار بي سيز بتاعت هيومن بلاد. اه طب افرض اصلا الستين دي كانت هير اي حاجه ثانيه، ده حاجه بريفيس انت محددها. يعني انا جايب بلاد بتاع هيومن، انا عارف ان هو بتاع هيومن وحقنه في الرابط مش في الستيل اكستراكت. ده حاجه خطوه متجهزه قبل ما يبعت لك الستين يقول لك هي هيومن ولا لا. أنا فاهم. آه
الانتجن على الار بي سيز، هي شبه الانتجن على باقي الجسم كله يعني. هو ده لك حاجه ماشي كنترول عند هيومن سيرم عشان نتاكد ان هو هيومن، بختبره على جينس السيرفس اللي كان على البلاس ستين السيرفس. هو لسه في كلام تاني بعدين لازم يطلع نيجاتيف. هو هتكلم على الهيموجلوبين فاريانت اللي هو الهيموجلوبين بتاعي ماشي، وهتكلم على الدي ان اي في جابريل النيوميريشن مش تحت اللازم. اول حاجه فيهم اللي هي البلاد جروب، بلاد جروب بقول لك عندك ثلاثه سيستم واربع سيستم تعرفهم، حاجه اسمها الاي بي او سيستم، الام ال سيستم، الار اتش سيستم، والاس سيستم، واذر باك. كلام سهل خالص، خدناه في الاحياء وخدناه في الفيزيولوجي وخدناه في كل حاجه. الاي بي او سيستم، الاي بي او سيستم سيمبل كده، قال لك ان هم اكتشفوا ان فصائل الدم بتاعت سيادتك اربعه، يا اما سيادتك فصيل دمك اي او بي او اي بي او او. 40% من الناس، 10% من الناس، 5%، 45%. بعد كده رفل كلاسيفاي. الناس العالم اللي اكتشف الموضوع ده اكتشف ايه؟ اكتشف ان في على ارض السيرفس انتجين اسمه اجليتوريجين. الانتجين ده بيكسر لي الار بي سيز لو اتحد مع السيرم بتاع بيرسون تاني، ناس تانيه. قال لك خلينا نقول لك ان في حاجه اسمها اجليتوريجين على السيرفس بتاع الار بي سيز، واجليتوريجين موجود فين؟ في السيرم. سيادتك فصيلة ده
ادجت قبل فينيشن على السيرفيس بتاع الار بي سيز اسمه ايه؟ بي عشان في بي اي بي عشان في عندك الاي والبي اللي هم ما عندكش حاجه. طب سيادتك انا لو فصيل الدم ايه؟ هلاقي الاكلوجينين في السيرم اسمه ايه؟ بيتا. اوعى تنسى بيتا لو الفا سيادتك هتكون ماشي؟ لان الالفا انتي ايه؟ والبيتا انتي ايه؟ انتي بي. يبقى ديت اول اي بي مفيش والفصيلة الدم ايه؟ او الفا و تمام فارق خالص. يبقى انت سيادتك على السيرفيس بتاعت الار بي سي سي اكشن بيتسمى باسم الفصيلة. السيرم بتاعك فيه اجلوتينين عكس الفصيل. لو ايه يبقى بيتا، لو بي يبقى الفا، لو ايه بي مفيش خالص عشان ما تموتش، لو او يبقى الفا و بي. كتب لك خلي بالك الجينو طيب، يعني فصيلة دمك او ديت ممكن يبقى او دوميننت او او بمعنى صح هوموزايجوس. هوموزايجوس يبقى الاثنين زي بعض او هيتيروزايجوس. ايه ايه؟ سيادتك انا عاوزها بكره عشان مساء. ايه ايه او ايه او؟ البي بي بي او بي 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 اي بي والاو او او بس. ده اللي هي الاي بي او سيستم. تمام؟ قال لك العيال الصغير بيتولد، العيال الصغير بيتولد في انتيجين على الار بي سي بتاعته. بس الانتي بودي الاجلوتينين بيحتاج ايه؟ شويه وقت كده كام مانس بعد الولاده عشان يتكون. بقول لك سيادتك الاي بي او سيستم بتاعك بعدين يكون السيستم بتاعك عامل زي الفينجر برينت. بيرمنت فور لايف، هتكمل طول عمرك موجود كده فصيله دم. ما بيحصلهاش تغير خالص. تمبوري بس لو خدت ماس بلاد ترانسفيوجن ممكن تتغير. تمبوري والماس بلاد ترانسفيوجن ممكن تتغير في فتره صغيره كده لغايه لما جسمك ايه؟ يعمل ستراكشر ار بي سي الموجوده فيه. ده اللي هي الاي بي او سيستم. كلام فارغ، كلام قرايه ما يهمنيش فيه غير الجدول. عشان حتى الناس. غير كده مش عايز اي حاجه. بعدين يا جماعه بعدين نهدى شويه. في حاجه اسمها الايكو سيستم فاريان. في فصيله اسمها اي 1 واي 2 وحاجه اسمها نال فينوتايب. النال فينوتايب يا اما بومبي يا اما برا بومبي. بلاش دي خليها بكره، خلي دي شغلنا شويه. خش في اللي بعدها. سيبني بس سيبني واقعي. صعبه بعدها صعبه. صعبه. معلش يا مهدي بس. بالضبط. خلاص. صعبه ده ده. الام ان سيستم. ولا في الار بي سي بتاعتك برضه فيها حاجات انجي كتيره مش الام والبي بس. ده في سيستم تاني اسمه ام ان. ليه ام ان؟ ما نعرفش. الار بي سي بتاعتك زعلها انجن ام، زعلها انجن ان، زعلها انجن ام ان. تمام كده؟ حلاوه الام ان سيستم اللي هو ما فيش كورسبوندنج اجلوتينين له في السيرم. ولا عرفنا بيه ايه؟ يعني ملوش اجلوتينين له في السيرم. يعني مش هيوجع دماغي في البلاد ترانسفيوجن صح؟ ما ينفعش انقل الواحد فصيله دمه ايه؟ هنقل له فصيله دم بي صح؟ لان السيرم بتاعه هيعمل لي اجلوتينيشن مع الار بي سيز، يعني عمل لي ستراكشر اللي هي هيموليتيك ترانسفيجن رياكشن. طب الام ان سيستم مفيش اجلوتينين فمش هيعرفنا في البلاد ترانسفيجن، بس هيفيدك في الايدنتيفيكيشن وفي الديسبيوتد باترن. يعني انا عندي بلاد ستين بتاعك قاتل في مسرح الجريمه، بعدين طلع ان البلاد ستين ديت ماشي بلاد جروب A وعندي جبر A وبلال A. تمام؟ طب هو مين فيهم؟ شوف الام ان سيستم، السيستم الثاني نوع ايه؟ هو البلاد ام ولا ان ولا ام ام؟ لو طلع ام بتاعت مسرح الجريمه ام وجبر ام يبقى هو الاسيل. لو الثاني ام يبقى هو الايه؟ انسيت البريد. الكلام ده صح؟ زي الفل. ليه؟ جود نيجاتيف. البلاد تيست كلها جود نيجاتيف، ممكن يبقى جبر ممكن يبقى انا. ما انا ايه والسيستم بتاعي ايه؟ زي جبر. يبقى هو جود نيجاتيف بس بيفيدك في الايدنتيفيكيشن بالاكسكلوجن. ده رقم واحد. رقم اثنين ديسبيوتد باترنتي، هو خلاف عن نسب. لو عندك اثنين ابوين فصيله دمهم او ماشي وعندهم عيل فصيله دمه او وعايز تعرف هو الواد ده ابن ده ولا ابن ده، شوف الام ان سيستم اللي ماشي معاهم هو اللي هيبقى ابنهم. ده هناخدها برده المره الجايه لما نعرف لما يتجوزوا بعض هيحصل ايه. لسه ما خلصتش. يلا اقرا على بعض كده. كمل.
يلا.